العيراتي باتر تاني مريت وطوار في خلي خبروه اني شكيت همي وسموحي عقب فراق. مساكم الله بالخير. يا هلا وسهلا ما شاء الله. يا هلا يا مرحبا بعيالنا الساعة المباركة. يا هلا وجهكم يا الله يسلمك. يا هلا حياكم الله وياكم. يا مرحبا الله يسلمك. الله يكتب لي بالخير بكم جميعا. حياكم الله. اهلا وسهلا. يا مرحبا وسهلا. حياكم الله. يا مرحبا يا شباب. يا مرحبا هتحيا وتبقى جهز امني فاس من شيء. يا هلا والله عبد الله بن دفنة. هلا السلام. الله القرعاوي. السلام ان شاء الله. حسن ما خصم عليك شيء. عزيز الزايد يا هلا ومرحبا. تفضل شلونكم عساكم طيب؟ عاش ان شاء الله. كيف حالك؟ السلام الله حلو ما شاء الله عليك. الله يعطيك العافيه. الله يسلمك. تفضل. هلا هلا بصالح. يا مرحبا بكم جميعا. مرحبا. حياكم الله. ابد خبر احد. شرفت ما شاء الله. تسد الخير ما شاء الله. ما شاء الله. الساعه المباركه يا ابو صالح. والله انتم البركه والخير جميعا. بسم الله. زارتنا البركه والله بقدومكم وحضوركم. يا هلا والله وسهلا. هذا انا واخوي هنا. استريح. يا مرحبا. سلام. يا هلا. السلام. يا هلا. يا هلا. يلا حيوا عدنا لكم من جديد. وحيا الله على القصيم. وحيا الله الشغل الزين ما شاء الله تبارك الله. والله ابداع ما يحتاج. هلا والله. يلا حيوا. قبل ما نبدا ودنا نتعرف بس على ضيوفنا. اوس عبد الله المانع. اوس عبد الله ما عليك زود المانع. ونعم والله. ياسر محمد الحسان. ونعم عليك زود. عبد الرحمن حسن السبيعي. ونعم اخوكم احمد الصالح القرعاوي. ونعم ما عليكم زود. محمد عبد الرحمن الغايم. والله نعم عليك. والله نعم عبد الرحمن القي. محمد انا خاف الكاميرا تطلع. عبد الرحمن القي. والله نعم الله. نعم هذا اخو. ما شاء الله اخوه. ما شاء الله. يا مرحبا ويا مسهلا ويا حياكم الله. الله يسعدكم وشرفتنا والله بجيتكم. وان شاء الله انكم ما تعبتوا. لا ندمت. يا سعيدين والله بتواجدنا معكم. طبعا الهدف من هذه الليله اللي هو تعريف وش من تراث القصيم، وش الاشياء اللي موجوده بالقصيم. طبعا لمحه بعطيكم لمحه عامه عن القصيم اللي تعد منطقه القصيم احدى المناطق 13 الاداريه التي تتكون منها المملكه العربيه السعوديه، وهي تمتاز بموقعها المتوسط بين مناطق المملكه الاخرى وشبه الجزيره العربيه، مما جعلها قديما ملتقى لطرق القوافل التجاريه من عده جهات، كما تمر بها قوافل الحجاج المتجهه الى مكة المكرمة والمدينة المنورة والقادمة من العراق والكويت. يا هلا. احنا العالم ازعجونا. ليش يا انتم يا اهل القصيم ليش ما تسوون ليلة قصيمية؟ بما ان عندنا احنا خاصة المنتجات والحرف واشياء كثيرة عندنا في القصيم. صدق. العالم لكن ان شاء الله ان الليلة احنا قلنا اصبروا وان شاء الله ان السيل ما طول الا من كبره. ان شاء الله نقدمون بما يليق فينا وفيكم. ان شاء الله يعجبكم. باذن الله. والله يحييكم. نسلم على المايك عبد الرحمن. حامي عبد الرحمن. يلا لان الناس متحمسين يبون معلومات عن القصيم وسوالفنا عن القصيم. وما شاء الله الله الله. ابو صالح موجود وبنوره موجود والساعه ان شاء الله المباركه. الله يبارك. عسى الله يكتب الطيب والعلم الغانم اليوم ان شاء الله. احنا ودنا نبدا مع بنوره.
حبيب قلبي. ابو نوره شلونك يا ابو نوره؟ والله بخير. حسك طيب. انا يوم جلست جنبك قلت يا ابو نوره انا اللي بسالك، قال تكفى لا تشد علي. قلت الرفق زين ترى. لكن ابشرك الاسئله مكتوبه ومجهزه، ما هي مني، لو انها مني عز الله بعطيك الاسئله اللي اللي بتحمل الليله كلها. يا ابو نوره يسالونك الشباب وكثير من المشاهدين يحتاج الاسئله هذه، يقولون القصيم مشتهره بالعقلات. اينا وكثير نسمع عن العقلات، وش سالفه العقلات وش وليش هالمسمى هذا عقيل؟ طبعا المسمى هذا كبير علي حتى اني اتكلم به، الا انه الميز بعقيل هذا طبعا هم مجموعه من اهالي بريده. حلو. زين اشتغلوا بالتجاره بين القصيم، ياخذونه يودونه وين؟ للشام، من الشام لمصر. اي ما شاء الله قافله يعني من تجاره بلبل وبا التمور يعني تجاره. اي وسموا عقيلات. هذا متى الكلام ذا؟ قديم ولا قديم هذا الكلام؟ لكن طبعا انا ما عندي معلومات كامله عنه، لاني زي ما تقول هذا اللي انا عارفه عنه. يبدو لي ابو نوره انه العقيلات الكامل منطقه القصيم ترى، الا يعني حتى فيه من عنيزه وفيه من الرس وفيه من البدايع والمذنب، كلهم كانوا يروحون بقوافل اللي للشام واللي للعراق، فكانوا يتجمعون بحيث انهم يروحون يبيعون هناك بضايع وياخذون بضايع يجيبونها. الا اي لكن يمكن نسبتها لبريده لانها هي يمكن المحرك الاساسي من اول مقر اول مقر وقفه مقر. والحقيقه الاخوان ببريده يعني مجموعه من المهتمين الحقيقه حطوا له لرونق ورتبوه ما شاء الله، وبحثوا عن الاسماء القديمه. مقطع واحد شباب، بريده كانت مثل مطار العقيلات، كان مثل مطار الدولي من السوق الجريدة كانوا يشتغلون يودون العراق يودون للشام، كانوا هم التجارة مسكينها في القصيم يعني ما شاء كان الله. كان يعتبر يعني بريدة كان هو مطار إقليمي لهم. ما شاء الله ما شاء الله. كان هو مركز التجارة في منطقة كاملة توقع في الشرق الأوسط. والله كان موزع. طيب السؤال الثاني يا ابو نورة، السؤال الثاني يقول لك ما شاء الله القصيم كل ما جاء محفل ولا ملتقى ولا مشروع عندهم تنظيم مميز ويتعبون عليه التنظيم هذا، حتى انه بدا يؤشر لها بالبنان انه ما شاء الله اهل القصيم تنظيمهم بالسياحه مميز جدا. والسر الابداع هذا برايك يا ابو نور؟ هذه والله اول شيء شهاده نعتز بها، طبعا يعتز بها كل قصيمي، وطبعا هي كلنا واقفين خلف رجل طبعا اسميه المواطن رقم واحد اللي هو الدكتور الامير قصر بن مشعل. نعم. طبعا له وقفات بل من ناحيه التطوير السياحي وتطوير الشباب يعني الان بالنسبه لنا والله يعني سؤاله كثير عن التطوير السياحي باستمرار يسال ويلح يعني مو تقول والله بس هذا مشروع ويتركه، لا وش صار عليه وش وصل وش يعني انا اقول ما اقول لانه المواطن رقم واحد ما شاء الله يعني السر الاول في الابداع عنده عند فيصل بن مشعل. ايوه تخبر الشخص لا لقاله ترى لا لقاله احد على يعني ما قاله يحتويه صدقني بيبدع بينما اللي يقول والله ها هذا لا والله ابدع وابدعنا. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب السؤال الثالث مولدنا نطول عليه، يقول لك القصيم اشتهرت انها سله غذاء المملكه، وش سبب الاشتهار هذا وليش اشتهرت بهذا؟ سله غذاء المملكه طبعا الزراعه، لان هي مكان زراعي وارض خصبه للزراعه كثره النخيل. اي والنخيل والخضار كل انواع الزراعه الحمد لله موجوده بقصيم. طبعا يمكن عشان الارضيه ابو صالح او لا؟ نعم الارضيه لها دور طبعا، ارض زراعيه وخصبه يعني عشان كذا ممكن اتميز بالشيء ذا. ما شاء الله. طيب بنختم بالسؤال الاخير هذا، وانا اشوف السؤال هذا يبدو انه حامي حامي اقوى من الاولات حبك. الله يكفينا شرك. لان السؤال هذا بيبين يا ابو نوره قوته، تدري وين؟ بيبين عمرك حبك. عاد انت ما ادري تودك تفصح بعمرك ولا؟ يقولون القصيم قبل 40 سنه حلو كيف كانت؟ اذا جاوبت عليه يعني انك قبل 40 سنه موجود، يعني انك رجال اعطاك يذكرون. يقول لي يذكرون. طبعا ما ادري بس انا اقول القصيم قبل 40 سنه يعني قصدك كأعماله وكشغله. إيه؟ انا اذكر يعني اللي انا اذكره او قصدي يقولون اذكر الوالده الله يغفر لها ويرحمها كانت هي اللي تشتغل بالمزرعه الرياسه والحصاد ما شاء الله وعلاف الدبش تكرمون
والطبخ وكل شيء تقوم به. هي ما شاء الله الرجال كان شغلهم الصبح بس. الثاني طبعا اللي هو طبعا ما لحقت انا على الثاني الا اني لاحقن على الرياس اللي هو عفوا شغل بالمكينة شغل المكينه حاجات الصعبه الختام ختم الارض اي شيء صعب رقي النخل هذا الرجال. وبعد العصر لا يحط قهوته وشبته يجلس وتفنجل ابن الحلال والشغل ما شاء الله عليه والشغل المرة شايلتنا المكان كامل وبجلاله تراوي من اول يحسبون الناس تغلل لا والله اني اذكرها يعني من اول انا يمكن ذاك الوقت الظاهر اني تسع او انزل المزرعه والله انا مرت عمي هنا وهذه مرجيها انت قهوه خلاص قهوه موجود وكل شيء موجود الى الحين والله اني ما انسى واحد من جيراننا يعني معه رادوه والله العظيم لا جيت تسمع الرادو ما عنده الرادو ما في الا الرادو وعنده التلفزيون عن قوله انه تلفزيون جيراننا الله يذكرهم بالخير اجطيل اللي هم المسؤولين عن شركه الكهرب عندنا ما جانا كهرب الا متاخر الكهرب عندهم هم موجود عندنا احنا قريه اسمها وجيعان ايه احنا ساكنين بقريه اسمها وجيعان ببريده طبعا والقريه هذه تقطوا سبع بيوت او خمس بيوت كل بيوت اهل وجيعان تقطوا وحطوا مكينه والمشرف عليها هذا اللي هو اجطيلي حسب الزوار اللي عنده كان عنده زوار واجد وقاعد ضيوف احنا انبسطنا شفنا تلفزيون ابيض واسود كان ما عنده زوار عسل انطفص ما تابعنا كامل هذا طبعا هذه كانت عيشتهم من اول ما يعني ما اخفيك انا اقول الوقت الحالي يمكن ما في لذه للعيشه من اول كيش تعيش والجلسه تحس اننا جميع الحين يمكن هل تشوف ما في لو تطلع انت وعيالك يمكن ما قعدت ما قدرت تاخذ سلفتين معهم تقوى سنب ولا انت قلت السلام عليك يعني المال منكم سم هو ناس يقولون عشان ننتقل استاذ ياسر بس هو ناس يقولون يا اخي القصيم مشبه قبل لا تنتقل لاستاذ ياسر عباس نشارك مشاركه اولا نرحب باهل القصيم والله العظيم اننا نحبكم من قبل وزادت محبتنا يوم شاركوا عيالكم عندنا خير من مثلوا القصيم ومثلوا المملكه العربيه السعوديه ومثلوا الشاب العربي المسلم والشيء الثاني نعتذر من فوق باسمي وباسم خوياي مر قدامكم ما هو بغيث يسقي الارض بل يجرف الارض اللي قدامه وخرب مزاجنا شوي لا الحين ينفل المزاج ان شاء الله وحاسم والله العظيم ان الشباب ودهم كلهم يحضرون عندكم ولكن بعض عندهم الغلون ارتفع وبعض عندهم سكري وبعض عندهم يعني خبصنا خبصه لكن انا اعتذر باسمي وباسم خوياي والله العظيم انه من اغلى الناس اللي يجونا وان اهل القصيم نحبهم لله اهل دين واهل تقوى وناس فيهم خير واللي جونا من الشباب اللي من القصيم مثلوكم خير تمثيل وحبيت بس ارحبكم الله يطول عمركم ويبارككم فيكم الخير والبركه الله يطول عمرك ان شاء الله يحييكم الله يطول عمركم ان شاء الله حياك الله نبي تعريف مقترب عن السياحه بالقصيم ابشر احنا بموقعنا كمنظمين رحلات سياحيه وكمرشد سياحي مرخص من السياحه القصيم الآن يعني نعتبرها يعني حكم جولاتنا في المملكة ولفيناها كلها وشاركنا كثير أماكن ما شفنا مثل المقاومات الموجودة في منطقة القصيم ما شاء الله موجود عندهم السياحة الزراعية الآن مقطع مواردكم إضافة على كلام أبو نورة الآن تزرع الفراولة أصبحت في مزرعة الفراولة الفكيرية هذا منتج من زراعي ومنتج مميز وجهة سياحية أصبح الآن عندك المتاحف تقريبا 19 متحف موجود في القصيم يعني تعتبر من أكثر المواقع الموجود فيها متاحف قرى تراثية متنوعة ومختلفة ومهيئة عندك في الخبرة عندك في عيون الجوة عندك اللهم صل محمد في المذنب موجود قرى تراثية جاهزة مكتملة هذه كلها مواقع سياحية تبغى تاريخ تبغى أثار تبغى سياحة زراعية تبغى سياحة تراث عمراني كلها موجودة وقيمت عليها مهرجانات من ضمنها مهرجان التراث العمراني لأنه موجود فيها فعلا تراث عمراني مشوق موجود فيها مرشدين سياحيين تقريبا يعني بعدد كبير صراحة ما شاء الله كلهم عندهم الخبرة لأنه ما شاء الله يعني صارت عندنا جروبات كثير تجينا يعني من الرياض عندنا متاحف أخذت جوائز كثير ما شفناها في مواقع ثانية في منطقة أو في المملكة عامة يعني ما شاء الله طبعا طيب انا ودي اسالك سؤال بس قبل ما انتقل لابو صالح انا جيت لقصيم وين اروح وش الاماكن الحلوه يعني ايش الاماكن الحلوه هل في مكتب خاص للحقين السياحه نعم هي شوف في مكاتب
مرخصة كتنظيم رحلات سياحية هي اللي بتهيئ لك وتجهز لك كل شيء. يعني أنت لو تجي في الغالب بعض المواقع مقفلة بحكم إنه ما أحد يجي أو ما هي جاهزة كثير يعني أو ما هي مشغلة كثير، لكن عن طريق منظمين رحلات اللي مثلنا نفك له أي مكان سياحي مهيئ. طبعا خصوصا رحلات الجروبات المجموعات، سواء كانت مجموعات نسائية، سواء كانت مجموعات شباب، عوائل، شركات وغيرها، ناخذهم احيانا من المطار الى المطار او من الفندق الى الفندق، نجهز لهم كل الاشياء والوسائل، مواصلات، فنادق، حتى احيانا في بعض الجروبات المهمة او واللي طالب الشيء هذا نسوي لهم العرضة، نجيب لهم اللي يصنعون الكليجة وغيره، نزورهم بعض الاماكن والمعالم المميزة، حتى الناس العادية، احنا عوائل احيانا في عوائل كل الاماكن هذه تكون لهم مفتوحة عن طريق المنظمين، لأنه عن طريق خطابات أو عن طريق وتكون جاهزة، أحسن من الواحد يجي فجأة زي الضيف لما يجيك فجأة لما تستعد له. فهذه كل الأماكن ذي مزارة، عندك تاريخ عنتر بن شداد موجود عندنا في القصيم، موجود هذا كلام، عندنا واحات موجودة، تخيم وغير والقنص والكشتات كل مشهور فيها أهل القصيم. يعني حتى في المعارض الآن عندنا معرض معروف كله عن الرحلات تتكلم، يعني من أكثر معارض شفناه، لأنه في احتياج على الرحلات. في ناس تقول إيش عندنا إيش ما عندنا، لازم تكون الرحلات، حتى لو تسافر برا أنت بتنظم نفسك، لكن ليش إحنا هنا في السعودية ما ننظم نفسنا، نجي فجأة نروح أي مكان فجأة؟ عندنا تاريخ حتى بالرص، عندنا المرقة، برج الشنانة، هذا كله أحداث من عهد العثماني، حروب صارت هناك. لما يجي مع منظم رحلات حيكون معه مرشد سياحي، المرشد السياحي هذا يعطيك معلومات، أنت بدل تصور المكان صورة بس أنت حتاخذه فيديو، حتقول له مرشد طول الوقت عيد الكلام ليه بيستفيد. كثير ناس كانت أول فكرتها استراحات، تأخذها بالفين وكذا واستراحات، ما في أي فائدة منها. لكن في ناس جربت معانا، عوائل وغيرها، صاروا يروحون معنا رحلات بدل يدفع نفس المبلغ هنا، الناس الفائدة استفادوا، عيالهم استفادوا هم بالتاريخ اللي لقيوه، سواء في القرى، سواء كان في الأماكن التاريخية، مسجد عندنا محمد بن عبد الوهاب موجود، عند المكسورات في البكيرية جاه الملك عبد العزيز الله يرحمه. ففي مواقع كثير، لكن الناس تحتاج مرشد سياحي، تحتاج مرشد سياحي، وحتى تحتاج منظم رحلات. هو منظم الرحلات هو اللي بيجيب لهم المرشد السياحي. استاذ ياسر، وما ودنا نطول عشان الوقت، بس حياك الله. بس على طاري المعالم التاريخيه خالد، بس ما في وقت، ما في وقت. بس عبد الرحمن الله لا يهين، ابو صالح القرعاوي، انت ما شاء الله معروف من باشلات النجديه، من النجديه، ودنا نسمع نوره الحوشان طبعا القصيد وقصته وش سالفته باختصار سريع عشان الوقت. القصه انه نورة الحوشان طبعا من قطاع السر، قطاع السر جنوب منطقه القصيم. فكانت عايشه مع زوجها بمزرعه صغيره، عندهم ولدين وبنيه وبنيتين وليد ما شابه هذا، نغز بينهم الشيطان فطلق طلاق بائن ما في رجعه. فراح طبعا بيتها له وما عيله وقعد بمزرعته. طبعا هناك حب ألفة بينهم كبيرة، لكن الشيطان وسوس لهم وفرق بينهم، وهذا اللي يريده دائما الشيطان، ويجب أننا نحذر منه لحظة الغضب هذه. فبعد ما على قولة الأولين يعني راحت السكرة وجت الفكرة، يعني بعد ما ذا تحسفت هي تحبه. فتخبرون القراية صغيرة يعني قديمة ما هي بكبيرة، فأحيانا يقابله بالطريق. تخيل زوجه وعايشت معه 10 سنين 15 سنة، يقابله ما تقدر ولا تهارج وخلاص ليست محرم له. يعني بتتذكر ويقال انها زارت قريب الله وقريبة الله بيتهم بجنب مزرعته، فيوم جت ولا والله هذا هو بمزرعته، ولا ويروس، ولا والله هذه الزليب، وهذه السواقي، وهذه الخلطة الفلانية، وهذه المدري ويش، وهذه. فخلت العيال يروحون يسلمون على ابوهم، ويقعدت تتامل حاله قبل وحاله الان. بالقرايه الصغيره اذا طلقت احيانا قديما يجون يخطبونها كبار السن، هي ما تبيهم، تبي زوجها، وزوجها مو بحصل الله. فقالت القصيده المشهوره، بس عاد ابي خالد ينشد معي، خالد تشرف الله يحفظك. تقول الشاعر نور الحوشان:
يا العيني هلي صافي يا دمعي هلي ولا قضى صافي هاتي سريبة يا العيني هلي صافي يا دمعي هلي ولا قضى صافي هاتي سريبة يا العيني شوف اي زرعي خليت وراعي هذي معاوده وهذي زليبة صافي يا الدمع هلي ولا قضى صافي هاتي سريبة من أول خلي قريب نونرجي واليوم جايتهم علينا صعيبة العين هلي صافي يا الدمع هلي ولا قضى صافي هاتي تريبة يمرني بسوقي ما عاد حاتي مصيبة يا كبرها من مصيبة العين هلي صافي يا الدمع هلي ولا قضى صافي هاتي سريبة هلي يا بينا عاية النفس تبغي واللي نبي عيا البخت لا يجيبا واللي يا بينا عاية النفس تبغي واللي نبي عيا البخت لا يجيبا سلامك صح صوتك ابو صالح صح صوتك ابو صالح حفظك ابو صالح ذي لا تبى اخر شيء ابو صالح لا بيجيب اخر شيء يعيدها بخيت المري بخوت المري بخوت لا هذه نور الحوشه هذه معروفه لا كلماتها يعني تدل انها من بخوت المري لها في هذه الشيء بخوت المري لها القصيده المشهوره اللي قالت يا جماعه وانعزمتوا على انكم راحلين ان صار بو مجال جبت قصتها وقصيدتها طيب. ايه والله أبشي. ودنا بس انا اقول ان ودي انها تصير باخر لا هي باخر شيء والله انها تسقل دمع يا الله يا شعل اللي في انت الحلاوه والله يا حسان ابو نور احد ودنا يا ابو صالح ان شاء الله باذن الله بناخذها ان شاء الله اسعفنا الوقت ان شاء الله يسعفنا واجيب قصه بخوت وفي كذا الله يحييك كنت والربع يا هلا جيت وقعدت عشان ما اقطع سالفتكم ولا جلستكم الله يحفظك وبعد الهواء بحب خشم كل واحد منكم تسلم الله يسلمك وافيك كريم يا ابو محسن طيب اخوي لو سمحت نسالك عن دعم المنطقه رياده الاعمال والسياحه ودي لا لا بياخذها اول شيء صراحه نشكر امير القصيم ابي فيصل الدكتور فيصل بن مشعل هو دعمنا الاول ما في اي مهرجان حتى لو كان في حد اي مهرجان اي فعاليه اي شيء موجود الان في القصيم حتى لو كان 100 كيلو عن القصيم صراحه كان يحضر فهذا الداعم كل واحد الان يتسابق يسوي شيء حكم بس يتشرف بحضور امير القصيم هذا الشيء ما نشوفه الا في منطقه او في الغالب انه في منطقه القصيم حتى لو كانت في حديقه صارت فهذا الدعم كبير اي واحد الان يعني افضل يعني شيء مشجع برضه هذه السياحه تدعم بشكل كبير صراحه يعني ما تقصر خصوصا مع يعني معانا كشباب سعوديين يعني وقفت معنا من اول ما سجلنا في الارشاد الى ما فتحنا كالمكتب او غيره كانوا اول حاضرين كان اول حاضرين استاذ ابراهيم شاقح وغيرهم كانوا كلهم حاضرين كدعم روح بس يعني اللي عنده شغله اللي عنده ابداع اللي عنده اي شيء يعني صراحه ما يقصرون هذا داعم لما يكون في حضور
داعم، افضل من انك تسوي في بعض المناطق صراحه هذا قصور نشوفه في احيان في بعض المناطق لما انت تسوي فعاليه وما احد يجيك مو معقول. فلكن لما تشوف الامير اول حاضرين وتشوف اشخاص يعني مهمه حاضره هذا دعم كبير لو نفسي يدفعك لانك تستمر وتشتغل على هذا الموضوع. هذا بالنسبه للمنطقه. طبعا عندنا مهرجانات القصيم، عندنا مهرجانات اكثر منطقه اتوقع فيها مهرجانات القصيم، مهرجانات الكليج، مهرجانات التمور، مهرجانات الغضا، مهرجانات في كل شيء مهرجان، لدرجه توصل احيانا في اجازه 5 ايام توصل فيه 3 مهرجانات متزامنه. ما شاء الله. مهرجان الربيع واغلبها يعني حصلت على جوائز في جوائز التميز السياحي في كل سنة. صدق. حتى المذنب صيف المذنب وغير في كل سنة جائزتين تقريبا بالمعدل سنويا تميز سياحي جائزتين. الحمد لله. وهذا يدل على أن القصيم شغال. ودي هذا قاوس بس على الموضوع هذا. رصيد الجوائز إضافة إلى دعم الشباب، تكلم عن دعم الشباب المناطق معهد ريادة بنك التسليف متعاونين جدا. أنا الآن أملك مؤسسة ما شاء الله حبكة للعطور الآن بدعم بعد فضل الله من ريادة الأعمال الوطنية بعنيزة بالتعاون مع بنك التسليف. أعطونا سبيكر لاوس يا شباب. ممتاز. يا ياسر دعم معهد ريادة الأعمال الوطنية بعنيزة بالتعاون مع بنك التسليف. ما شاء الله. وقفتهم معنا من بداية المشروع، من قبل نبدأ المشروع، من دراسة جدوى، من حتى زيارات مع كل دفعة بيزورون المشروع بيشوفون يقيمون إيش اشتغلت عليه إيش بعدها لمين توقف على المشروع يوقف على رجليه. بعدها برضو ما بيوقفون، بيجيك صندوق الموارد البشرية إيش تحتاج بس حيدعمك كمشروع واقف عليه سعودي هيدعمك ب3000 شهريا ما شاء الله غير مستردة غير القرض اللي أعطاك منك التسليف ما شاء الله. الآن استفدت من هذا. بداية 5 سنوات أنا كنت أشتغل في العطور والبخور. جميل. بعدها انتقلت إلى البخاخات. ممتاز. سنوات حتى لقيت الداعم اللي هو معهد ريادة الأعمال الوطنية. العطور التخليط من الجهة لجهة. حتى سويت دورات، يعني أخذت دورات ودرست فن تصميم العطور، أيضا مدخله بدراسة الجدوى. أخذت القرض، الدورات كلفت على دورة على 8000 ودورة على 6000 كلها دخلتها من ضمن بنك التسليف، من ضمن قرض بنك التسليف. الآن المحل الحمد لله قائم بعنيزه والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. اي والله اللهم لك الحمد. ما شاء الله تبارك الله. خالد انا اسمع صوت عصافير هنا الحين. ها قبل ما نروح لابو نوره نروح لعرض فيديو لمحميه اتلانتس ونرجع لكم باذن الله. قناة تفضل. بس تتمه وبها ترانها انواع طير حلوه. ما يحتاج لكم طير الجنه. جيب هنا ما موجود ترى. هذا يا هلا والله ومسهلا. عدنا اليكم. طبعا قبل ما اسال ابو نوره هذول هدايا للشباب ما قصروا الاسر المنتجه اسمهم رود للتوزيعات والاعمال اليدويه. رقم جوالهم 0594866176. طبعا حسابهم بالانستغرام شو اسمه الله RAGHD63 بيض الله وجيهم. عاد نوزع للشباب. ودي اسالك يا ابو نوره سم ليش سويت المحميه ومن وين جتك الفكره؟ طبعا الفكره تعتبر خط جديد على السياحه. بس باختصار عشان الوقت خط جديد على السياحة. حلو. ودي أسوي خط جديد للسياحة بإذن الله القادم أحلى إن شاء الله. عندي مشروع جديد غير محمية الطيور بيكون فيها أكبر محمية الطيور وجديد برضو على إن شاء الله إن شاء الله إنه عجيد على الخليج.
مثل ما سجلنا مفاجأة يعني مثل ما سجلت محمية الطيور الأولى بالخليج على نفس الطراز ما شاء الله الحمد لله والشكر إلى جوجل زارنا وأخذ الموقع بسبب كثرة الزيارات عليه ما شاء الله والحمد لله بفضل الله في فضل متابعينا وفضل والله أنا زرته ما شاء الله مكان جميل جميل جدا وشغلت شباب وأنا لازم تجي وأنا يوم جيت من المحمية جبت لكم طير الجنة تعتبر الطيور النادرة ما شاء الله اللي هو هذا طيور الحبي طبعا هذا من أبو سار الخرجي أصر لأنه يقدر الله يسعدك طالبنا منه ما شاء الله لا لا الآن قال إهن قلت لكم أنتم هدية بس انتبهوا لي ترى هناك أجنبي بعض النصائح ما نعرف له نحن أعطيكم المعلومات إيه هذا بالضبط حنية ولا ما يعيش في الدول والله ما عندنا أصل عربية إلا حالي وهو خل عنك خل عنك المحمية أخذت منك بس وش أعطتك؟ أخذت منا الحرية وأعطتها السعادة والحمد لله والسرور مرتاح يعني اي والله بس اخذت ما اقدر ابعد عنها الحين ذا برجع له والله على طول حنيت من جد لو تدخلت حرمت الحريه اسمح لي تطول عمرك محبه الناس يا احب القلب هذه والله يعني بتنشر هذه باموال الدنيا كلها الله يخليك ما شاء الله ابو نوره كريم الحقيقه ويستقبل الناس ويعني ابدع الحقيقه بالمحميه واللي ما زار المحميه يعني يزور القصيم انصحه انه يجي للمحميه هذه فيها تميز مو بالقصيم الحقيقي على مستوى الخليج مثل ما تفضل وهالرجل ينحب من اول ما ينشاف فهذه اللي ما تملك باموال يعني محبه الناس اللي جيته ما شاء الله يحسد عليها ما شاء الله تبارك الله يوفقك للزياده يزورون مواقعنا على انستغرام جاردن تلنتس ويشوفون كل حاجه تقربون كثر طيور الحب وش تبون جاردن تلنتس بس جاردن تلنتس ايه تلنتس ما في الا احنا تلنتس بدون اتلانتس تلنتس تلنتس بدون الف السناب ولا ذا كلها نفس نفس حساب الله يجزاك الزراعة المائية وش هي؟ وش مشاركتك فيها؟ الزراعة المائية هذه شباب طبعا شفتهم تطوعين من بريد من عنيز من المدنة من البكرية الزراعة المائية لكن دخلت عليهم إعلاميا والحمد لله والشكر وصلنا لدرجة انه وصلنا للخليج وعندنا ان شاء الله رحلة سياحية زراعة مائية طبعا الزراعة المائية انك تقدر تزرع بالسطح تقدر تزرع بالبراندة اللي عند قدام بيتك البيت نفسه يطلع شيء ثاني انك تاكل متخيل تاكل الخس الخيار الفراوله الى انك تقدر تزرع شيء كل اللي يحبه طبعا اللي هو شو اسمه اللي حط مع القهوه ذا الزعفران 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 في البيت ما شاء الله في البيت تزرع يا سلام ولا يكلف عليك شيء جيك كبر هذا زين يقعد عندك اسبوعين او ثلاثه ما يقضي الماء ما شاء الله تبارك الله موفر وشغل نظيف ما تقول والله محطوط به كيميائيات محطوط به شيء لا شغل مرتب شغل نظيف على شغل نظيف ولو تكتبون على المواقع تقول بس الزراعه المائيه شوف بحر ان شاء الله اخر سؤال نختم وش خطك السياحي الجديد؟ خط السياحي الجديد ودي انه يكون مفاجاه طبعا لكنه باذن الله مسبق باذن واحد احد انه مسبق خط جديد ان شاء الله ودي اني اقدمه للامير المنطقه الدكتور الامير فيصل بن مشعل اقدمه يعني لجل نكافئه لو جزء من وقفته معنا قد ما قصر ان شاء الله ان شاء الله الدعم الاول لنا الله يوفقك تحيه وجزاك الله خير على الهدايا الله يسعدك نروح ابو صالح اشتقنا لك على طول احنا الله يحفظك وانا مشتاق لك نبي ابن شريم والحمام نشريم. اولا اشيد بكلام اخوي ابو نوره الامير سمو الامير فيصل بن مشعل الدكتور فيصل بن مشعل الحقيقه داعم لنا وانا من اللي الحقيقه بعد يعني ما اثنى علي باحد الحفلات الحقيقه الحمد لله سبحانه وتعالى توجه لي الاعلام واستفدت منه كثير فنسال الله له التوفيق والاعانه وهو داعم اول للشباب الحقيقه بالمنطقه هذا ابن شريم رحمة الله عليه طبعا قديما ما عندهم لا تلفزيون ولا جوالات ولا ذا إذا ضاق صدره الواحد وين يطلع يطلع للمزرعة يطلع لشعيب يطلع للبر يطلع ومن هذه الأطلاع ولقوا الحمام يتلاحقا هذا الذكر يلاحق الأنثى أو يطير من شجرة لشجرة ومستاسعة صدوره هنا الحمام ف ممكن مسلم فهو كل ما شاف الحمامة تطير احسده ومن عاد هو لشافهن يبدأ يتذكر أشياء اللي عنده مشكلة واللي عنده يحب له أحد واللي ما أدري وش يبدأ يتذكر فقال قصيدة يدعي على الحمام إنهن يرمن حتى ما يجيه ما يتذكر لأنه يذكر
يكرنه به فيقول ابن شريم قصيدته تركت تنشد معي أبد ثاني أذكرها أبد معك زين إلا تذكر إن شاء الله. يقول يا حمامة تغرد فوق خضر الجريد هيا ضاتني وشاني مخلف شانها كمل أنا ما أعرف اللحن جعلها الله الراعي شوزاني نمجيد يكسر النايفة من ريش جنحانها الحمامة لها بالناس كيد شديد كل حي شكا من قوي شيطانها ذكرتني هوى اللي مثلي عند الفريد عفوا قبل تدهكني يا الأيام بأثفانها كل ما قلتي طاب الجرح عود جديد يومي فارقتي منزلها وبلدانها سلام صح صوتك صح بدنك الله يحفظك ما شاء الله تبارك الله نشوف هالاكلات الزينه وهالقدور دوريت نحتري بس تفتحنا هذول اخر شيء ها عليه. الأسرة منتجة يعطيهم ألف ألف عافية ما قصروا وإن شاء الله أن الإعداد يطلعون حساباتهم على إنستغرام ورقم جوالاتهم يظهر على الشاشة بس بندر ودنا نعرف عن مهرجان التمور وعن التمور بشكل مختصر يظهر وجهك هذه هي أصعب المهام الصراحة عندي التمور إحنا في القصيم معروفين أصلا بالتمور عالميا عندنا مهرجان التمور هو مهرجان موسمي كل عام يتم هذا المهرجان عند إذا نضجت التمور يتم هذا المهرجان هو بداية شهر أغسطس يستمر تقريبا من شهرين إلى ثلاثة يتميز مهرجان التمور في بريدة في القصيم بأنه أكبر سوق في العالم من ناحية العرض حيث يعرض فيه أكثر من 200 ألف طن من التمور محاصيل 8 ملايين خلا مبيعاتها اليومية ما يقارب أكثر من 18 مليون ريال سعودي طبعا النخيل في القصيم تتميز بأكثر من 30 نوع منها السكري منها الصقعي والإخلاص وعسيلة وهذه سكرية أصنافها كثيرة الصراحة ولا أقدر أعددها والله يعطيك العافية بيض الله وجهك سعد ننتقل الحين أخونا سعد السبيعي وأخونا خالد المحميد ما شاء الله تبارك الرحمن سوي لنا شيلة طيبة بنشرف أسماعنا بسماع هالشيلة وشوفتها ونخليكم مع أخونا سعد وخالد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا أنا ما جالي فرصة أني أرحب بأهل القصيم وكنت والله بنضم لي أبيات لكن جانا أبو كاتب وحاسنا وعكر الجو ما عاد قدر أنضم شيء أما بالنسبة للمشاركة هذه قصيدة تقريبا لها 7 سنين كاتبها أنا وخذت حقها في الانتشار وأخوي خالد من الأصوات الصراحة اللي أنا معجب فيها ولي الشرف بأنه ينشدها الله يسعدك أقول فيها يا قلب لا تحزن على كل ما جاك جاك الحزن والفرح باكر يبي يجيك كل سرى همه على كيف يجفاك صار التنافس بينهم من يجافيك يا هم من بعده ترى زام مسراك روح لغير القلب وجه خطاويك ما ظن تلقى قلب ذا اليوم يبغاك ليته بكيفي كان مبطي مذكيك يا عين مثل القلب لا تنثري ماك ما عاش منه يا عيوني يبكيك ما فيه مثلي بل بشر دور رضاك ولا أحد اندفع نفسه يجي لجل يرضيك يا متعب قلبي متى يوم لقياك متى عسى عيني يا عيني ما تبكيك لا تفكر وتسأل أنا ليه أهواك وليه العقل وياك دايم خاويك الله. هذا العقل والقلب لا شك وياك في حزنك وهمك وفرحك يجري سلام سلامتك سلام سلام
تدري بيجيك كل سارة همه على كيف يجفاك صارت تنفس بين ضمان يجافي يا هم من بعده ترى زان مسراك اليوم يبغاك متى بك فيك انا مبطي مذكيك أنا ليه أهواك وليه العقل وياك إذا يما خاويك هذا العقل والقلب لا شك وياك في حزنك وهمك وفرحك يجريك في حزنك وهمك وفرحك وحصل تأخير جيت قلت خالد قلت والله العظيم انها افضل شيء وانها خيره ان احنا ندشنها في هالليله بحضور اهل القصيم والله ان تشريف لنا حضور اهل القصيم وتدشين الشيله وبما ان خالد بعد من اهل القصيم والله العظيم انها شرف الله يشرف وانها مناسبه خاف يقولون عنصريه ها؟ ولا ما حد يقول شيء عنصريه انا لو اني ما دشنت الاسبوع اللي فات كان الله يسلمك الله يسلمك انا ودي اشكر العاملين على العمل انا اقول يا خالد احب بس اشكر العاملين على العمل اللي هو اشكر عاصم اللي هو تخيل على العمل واشكر بدر السلمي على التسجيل الله يسعدكم واشكر يوسف العطله ما قصر على التسجيل جاين للقري وسجل الله يسعدكم اللحن بدر السلمي تستاهلون ما شاء الله ما قصر الجهود واجد والربع ما قصروا عندهم اشياء واجد ابو صالح ما شاء الله تبارك الرحمن مو بنور والربع كلهم لكن الوقت ما يسعفنا الجهود هذه اللي شفتوها من اخونا عبد المجيد الطويرش واخونا خالد الحميد ترى هم اللي يشرفونا ترى هم اللي يشرفون ويخلوني يقدم ولا والله ليلي فيها لا ناقه ولا جمل مثل ما يقول هذا جهدهم وهذا تعبهم ولا قصر والله يجزاهم خير ويكتب لهم الاجر لكم بركه اخونا عبد المجيد بيذكر بعض المسميات اول شيء هذه باسم المتسابقين كلهم عيال القصيم الله انه يسلمك هذه نهديها المقام الاول امير القصيم الدكتور فيصل مشعل ونهدي بشكل عام لاهل القصيم عامه واقل ما نقدم لهم وحنا ودنا على ما قال اكبر لكن ما جل ذا وشكوى الله بس دقيقه انا بشكر اللي اشتغلوا معي وايضا خالد بيشكر يشتغلوا معه الاستاذ عمر الجمل والاستاذ عبد العزيز الطويرش اخوي اشغالته واشغال وما قصر بيضاء وجهه اخوي عبد الحكيم الطويرش والاستاذ محمد الغنايم انا احب اضيف على اخوي عبد المجيد الطويرش احب اشكر عاصم تخيل طبعا ما شاء الله متعبين هذا شهر الرجال ما قصر الله يسعدك ترى جاي من اختبار اليوم عاصم الله يسعدك ما قصر واحب اشكر عاصم الوشلي استاهل واحد اشكر صالح تخيل ما قصر نعم كثر خيرهم كلهم
سم قبل الختام لازم نعرض الحرف اليدوية. نروح لهم الحين نقوم ونروح لهم نشوف وش عندهم. هذا احنا قيمين بس ابو فارس ما قصر راعي البعارين. هذا رقم جوال 0555599111. بنقوم والله شو اللي بنقوم. الله يسعدك واجد والله الحين اذا انكم جايين في القصيم سواء نظمكم رحله مرشاده بكل شيء بس تواصلوا معنا والله يحييكم باذن الله تعالى باذن الله ما لنا غنى عن قصيم الطيور. حياكم الله باذن الله زياره خاصه لبيت الطيور احنا ترى بنزورك حبيب قلبي احنا ضيوف دوم عندنا احنا عزمناهم يا ابو نوره بدون ما نقول تمون الله يسعدك يا غالي الله يسعدك يلا خالد نشوف الحرف نكمل العشاء من اليدين اسره منتجة بيض الله وجيهم ما قصر الله يسعدك تعبناهم معنا والله خلنا نروح نشوف الحرف اليدوية شوف الحرف يا شباب شكلك كاسر من ايدك هي شكلك ابو كاتب هذا هذا ابو وقت سنجيب لك قصه المرميه لا لا اللي بيجي يشوف يا جماعه الخير ترى الحوا عليه مش غلط ربع يا سلام شوف هاي زين زين علمهم كيف مش الحرف هذا طول الجنه الرجال هذا يدور قصص هذا طول الجنه هذا على الناس شو ذي الطول هذا ذكر هذا بيصيد كله هذا ذي دروع جوز كامل هذا اكله وجايبين اكله طبعا جاي شو صالح ابو صالح مو الحين مو الحين وي 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 يو الجنه هلا ايش الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله غطوه لا تبرد الله الحين ما شاء الله ما شاء الله مثل الناس حين الناضج يا ولد ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن خلها شويه الله شغل والله شغل لكن الوقت ها ما عليك لا الوقت والله ما ساعد ولا والله يستر الحلويات ايمي منتجات طور القصيم المذرب بمحل صنع اليدي ما شاء الله ما شاء الله شوف كيف صنع يدي ما شاء الله شوف شوف كيف الشغل هذا صنع يدينها ما شاء الله تبارك الله هذه كذلك سمر المذرب عنين عن طريق الواتساب 0507 اللي يبيع على الواتساب 0508396993 او يدخل انستغرام عبد الرحمن علي الغلط ويتواصل مع الرجال بيض الله وجهك ننتقل للذيبان ارحب يلا حيو يا هلا عاد ما يحتاج غني عن التعريف خالد خالد الدهلاوي يكي يا الله الله وجهك ابيض الله يبيض وجهك الله يبيض وجهك ودنا ناخذ نبذة سريعة بس عن الحرف معرفة خشبية حلو سواء برقوق اللي هو النجارة او نحت يدويك كل في لازم اجهزة فيه بس شغل اليد ما يبي اجهزة بالحالة طيب النحت هذول لو واحد طلب اسمه تقدر تنفذه اي اسم مثل هذا عد حق الوالدة هذا امي الله يخليه الله الله ايه حلو امي ابوي جاكي هذه بداية بيض الله وجهك يا عيني هذه بداية حقنا طيب شلون بتواصل معك وشلون عندي سناب انستغرام كلها موجودات الانستغرام مش الاسم كل نفس الاسم نفس الاسم خالد محمد الدهلاوي يطلع له الله الله او رقم الجوال 0555995058 الله الله تواصلون بس عن طريق الواتساب و ما يحتاج ابد ابد ما يحتاج اللي من طرفي بيض الله وجهك بلاش اللي من طرفك بس بيض الله وجهك محمد وجهك ابيض يا ما شاء الله وش هالزين يلا حيو نبيك تعرفنا باسمك وش الحرفه اللي عندك انا تركي العقيل ونعم طبعا هذه الحجر عازل سبروكس عازل حراري ممتاز حولت المجسمات حلو على حسب زبون او مناظر من الاشياء زد راسيدك يلا يلا يلا